بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدنا متابعنا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، ينطلق الشوط العاشر للقعدان الحقايق من مسافة 3 كيلومترات. هي الحكاية، هي الرواية. إذن على بركة الله. أبدأ مع المركز الأول وصدارة الشوط، المنطلق والمندفع في هذه اللحظات شعار فيصل بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب، يقدم لنا شاهين مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، الوصول والقدوم في هذه اللحظات، الاسم المنطلق والواصل وصل في هذه اللحظة شعار محمد بن علي بن حمد بن علي المري، يقدم لنا الأسد، يقدم لنا الأسد ويغير الأمور مع المركز الأول. المركز الثالث، وصل شاهين سعد بن جابر بسعد المرسان الهاجري. والمركز الرابع، وصل راشد بن مراشد بن خلوي الحربي، يقدم لنا جلمود. والوصول في هذه اللحظات من شعار بن جبران، يتقدم ويقدم لنا حلوان جابر بن سالم بن جابر الجربوعي. المري ينطلق مع المركز الخامس. اختم به النداء، نداءنا الاول اتممناه على حضراتكم، وعودة الى الصدارة، عودة إلى شاهين. الله الله، ولكن بن جبران يتقدم مع حلوان ويغير الأمور. يا سلام يا بن جبران، يا سلام يا بن جبران، انطلق مع المركز الأول مع صدارة الشوط شاهين بن حنزاب. المركز الثالث، وصل شعار عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، يا سلام. ووصل في هذه اللحظات، وصل سياف محمد بن محسن بن ذيب الرزق، يا سلام. واللي واصل من الجانب الآخر في هذه اللحظات، يتقدم في هذه اللحظات شعار محمد بن عبيد بن راشد الف هاده المري. هملول هملول هملول، انطلق مع المركز الاول، غير الامور. يا سلام يا سلام، ولكن شعار القادم في هذه اللحظات، يا سلام يا مخال، قادم عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري مع المركز الثاني، سياف مع المركز الثالث، ولكن بن بعيران مع المركز الأول. هملول 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 مع المركز الأول ومع صدارة الشوط، ولكن مخال مع المركز الثاني ومع ذوي التحديات بشعار عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري مع 500 متر الأخيرة. يا سلام يا سلام، من الأسماء الواصلة والشعارات، وصل سياف ووصل مطفي ووصلت الأسماء، ولكن بن بعيران هملول مخال هملول مخال، اللحظات الأخيرة بن بعيران هملول 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 مع المركز الأول، مع الفوز، مع النوماس. هذا هو هملول، هذا هو هملول، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الفوز والانتصار. مشكور مشكور يا بن بعيران على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان شعار عبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، والمركز الثالث المركز الثالث كان سياف
بشعار محسن بن محمد بن ذيب الرزق. والمركز الرابع والخامس بالإعادة إفادة. إذن على بركة الله تهانينا والنماس لشعار بن بعيران على هذا الفوز والانتصار. لحظة وصول معلن الفوز والنماس وشعار محمد بن عبيد بن راشد الفهيد المري، لحظة وصول هملول، التوقيت الزمني 4:47، 63 جزءا من الثانية. المركز الثاني كان شعار عبد الله. المركز الثاني كان شعار عبد الله بن جلال بن علي النابت المري، والتوقيت الزمني 4:48، 53 جزءا من الثانية. والمركز الثالث كان سياف محمد بن محسن بن ذيب الرزق، والتوقيت الزمني 4:49، 19 جزءا من الثانية. والمركز الرابع كان مطفي لمحمد بن علي المري. والمركز الخامس كان غزيلان لسعيد بن محمد بن دلهم الهاجري. إذن تهانينا والنماس لشعار محمد بن راشد بن عبيد المري على هذا الفوز والانتصار وملخص شوطنا العاشر. إذن تهانينا والنماس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والنماس لجميع الفائزين.